من غير ما تقولوا وتلتوا قولوا للحسد اهدم بطوا هاتهم عالشاشة يتحطوا والنعمة اتخلقوا كده دوتوا عزمي وأشجان عزمي وأشجان عزمي وأشجان عاملين قلبان عزمي وأشجان عاملين قلبان دول جبني يا إنس وعصص بنس وفي الأشجان جبني وشاكي شان لا كمال وشادية ولا نور وبوسي أشجان وعزمي لأ دول خصوصي وأنجلينا وبيت كان ده كان زمان عزمي وأشجان عزمي وأشجان في الدنيا بص شوف كان بطن مخلفة إنما أشجان وعزمي دي دماغ متكلفة مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة نصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر ده هو بنطلون أشجان تبقى الكسر عزمي وأشجان عزمي وأشجان أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان عزمي وأشجان أنا من دلوقتي اسمي ميشو حاج بلاش تدخلينا في مشاكل وفي محاكم دولية بعد أول شخيط أنا تحت أمر سيادتك وتحت أمر السمو والأميرة بسوي مدرسة حق ولدي بلان يور هاينس مدرستنا فيها كل حاجة بيحتاجها سمو الأمير الصغنون ولدي بلان ما يغمض عيونه إلا إذا سمع لبنى عمليات النصب زادت في الثلاث سنين اللي فاتوا 52% اها المكان هنا يا حسن اتصرفت عليك قدش كرة وترمس عك كورنش كنت بقول اصبر معلش لا صنت ملح ولا حد عيش يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس ابغى شيز كيك يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس ابغى شيز كيك مش ترمس ابغى شيز كيك ده شغل استهبال يا حضرات الوزارة مقلوبة ولا كل شوية بكنسل على معالي الوزير أرد عليه أقول له إيه أقول له إن الإدارة في عهدك مش عارفة تقبض على شوية عيالنا الصابين يا فندم ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة والله طب كويس يا أخوانا قلت لي أمال إحنا بنعمل إيه وظيفتنا إيه غير إننا نقبض على شوية العيال النصابين دول في أسرع وقت ممكن يا حضرات عمليات النصب زادت في الثلاث سنين اللي فاتوا 52% واحنا ما وراناش بقى غير اننا نغير في العربيات ونطلع بالليل مع منى الشاذلي وخير رمضان ونصيف في الساحل الشمالي طب تصدق بالله يا فندم لا اله الا الله انا ما روحتش الساحل السنه دي عارف ليه حضرتك لانه لم وانا بضم صوتي لصوت سياده اللواء الساحل الشمالي فعلا لم ده انا حتى عايز اقترع على سياده الوزير انه يجيب لنا وحدات مصرفيه في الجونه انت بتهرج يا سياده اللواء
هو احنا عاملين اجتماع في نادي الصيد؟ احنا بنتغفل يا حضرات. انا مش فاهم حضرتك بتنرفز ليه؟ احنا مش مقصرين يا مشهور بيه، احنا بنقوم بشغلنا على اكمل وجه. ايه الجديد يعني؟ الجديد بقى يا سيدي ان في مدرسة لغات اتنصب عليها في مبلغ كبير، والمدرسة دي يعني مش اي مدرسة كده، لا دي مدرسة مهمة قوي، اصلها مدرسة المدام. يرضيكوا مراتي كل ما تشوفني تقول لي باب النجار مخلع، ابص في عين ولادي ازاي، اقابلهم بانهي وش. واحد الله بس يا باشا، صحتك. المدرسة دي يا معتمد يا اخويا هي اللي بناكل من وراها عيش. يا فندم قول لي بس ايه هو الموضوع وبالتفصيل وسيب الباقي عليا. اقفوا جنبي يا اخوانا، المبلغ اللي اتاخد كتير مش شوية، انا مش هعرف ادخل البيت من غير ما اجيب العيال دول. كلف امهر ظابط عندك. تمام يا فندم. المكان هنا يا حسام. اتفضل يا فندم. فين يا استاذ؟ عقيد امهر رمان الميزان. معالي الباشا. باي باي يا بوتي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، ما تنساش تاكل اللانش بوكس بتاعك كله. باي حبيبي يا بوت، يا رب ربنا يحرسك ان شاء الله. لانش بوكس. الله يرحم ابوكي، كان بيستنى الفسحة عشان يسرق سندوتشات العيال. الله يرحم امك. سلام عليكم. طب ما تنكشنيش بقى يا عزمي. سلام عليكم ورحمه الله. يا رب. بتصلي ايه يا ماما الساعه 7 الصبح؟ انت مش صليتي الفجر؟ دي الضحى يا ابني. ايه الضحى دي؟ الضحى اللي بعد الشروق. بس دي بعيده قوي. معلش يا ماما، انت عارفه يعني عزمي بيحب يهزر. ليك حق يا ابني، ما تعرفش الضحى من الشروق من الفجر، ما انت بعيد عنه ومش متصل بيه. ها ما بتروحش شغلك ليه يا عزمي؟ ما فيش، واخد اجازه. من امتى انت بقالك قد ايه هنا؟ بقالي يطلع كده اسبوعين. انا بقالي اسبوعين واخد اجازه. طب وهتروح شغلك امتى يا ابني؟ ده العمل عباده. انت قاعده معانا قد ايه بالسلامه؟ مسافره امتى؟ انا قاعده شهر، سنه، سنه ونص. تنوري يا حبيبتي، ما انا برضو قدامي شهر شهرين سنه كده والاجازه بتاعتي تخلص. انت مظبط اجازتك على اجازتي يا عزمي؟ طبعا يا ماما، هو احنا عندنا اغلى منك، ده حتى رضا الام من رضا الرب. انت كويسه، ربنا هيرزقك. نازله شغلك امتى بقى يا اشجان؟ لا ما انا ما ينفعش اروح الشغل النهارده، هو ينفع وجوزي قاعد في البيت؟ ده حتى رضا الزوج من رضا الرب. ربنا يقوي ايمانك يا مؤمنه. شفتي انت كويسه والله، اديكي اجازه اهو بتقولي، يبقى هتروحي معايا الدرس بتاع الشيخ يعقوب. ايه الشيخ يعقوب؟ الله، انت مش بتقولي رضا الام ورضا الزوج؟ ندور بقى على رضا الرب. يا رب. نيفين انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. هو انت وعزمي اصحاب من امتى؟ هو ايه الاصحاب من امتى؟ يجي من 15 سنه مثلا. يعني تعرفه كويس يعني؟ لا اعرفه كويس يا نيفين، ده عزمي، ده اخويا، ده احنا بنقسم الرغيف سوا، ده احنا كنا بننام مع بعض في سرير واحد. ايه؟ والله زي ما بقول لك كده، عزمي ده انا اقلع قدامه مالطه ما اتكسفش. عزمي ده بس كفايه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب انت عارفه عزمي ده البني ادم الوحيد، البني ادم الوحيد اللي انا لما اقع في مشكله هو الوحيد اللي يمتصها لي. كفايه. طب والله يا نيفين، والله لو مفيش غير رغيف واحد وانا كلته وعزمي جاع اخرجه من بقي واحطه له في بقه. لا يا عماد، قسما بالله. سوء الظن في الخالق سبحانه وتعالى، لما بتغلط كتير بيترمي في قلبك احساس ان ربنا مش بيحبني، ربنا سايبني اغلط، ماليش مكان في جنته. والشعور ده يا ربنا مش بيحب يشوفه في قلبك. زي كده الاب اللي يتعب عشان ابنه ويصرف عليه ويكرمه، ويجي الابن يقول أبويا ما بيحبنيش،
ده اسمه سوء الظن في الأب، زي كده المثال اللي فات، وهو سوء الظن بالرب، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. العامل الفاصل هنا إيه؟ هو سرعة التوبة، عشان قلبك ما يبقاش قاسي ويتعود على تعدي حدود الله. لازم كل واحد يراجع نفسه. بتغلط راجع نفسك، لكن تسيب نفسك تتمادى في الغلط، هو ده أكبر غلط. إمتى تعرف إن أنت بتغلط؟ لما تلاقي نفسك مش طايقة تسمع النصيحة، الكلام بيتقال كأنها طوبة اللي بتترمي في وشك. ألو بس يا بتي بقى ركزي وما تقعديش تفراقي. حاضر انا مركزه والله يا حماتي، ده حتى بسجل اللي هو بيقوله عشان ابقى اسمعه تاني من كتر ما هو حلو قوي. بتسجل كمان؟ اهديها يا رب. لازم كلنا نبقى عارفين ان ربنا شايفنا. ربنا موجود وشايفك، موجود وشايفك. انا هروح الحمام. لا يا حماتي انا هروح اتوضى واصلي ركعتين. يا الهداية والتوبة من عندك يا رب. ايه عزمي كسكسح؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده يا فين؟ يا حبيبي دي حاجة عادية وفي ناس كتير قوي كده يعني. بص انت لازم تعترف بالمشكلة عشان تعرف تعالجها. نيفين انت شاكه فيا انا كمان؟ ما انت اللي عمال بتقولي معرفش بينام جنبي وبيغطيني ومش فاهمه فيه ايه. بس 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 ايه الهباب اللي انت بتقوليه ده يا نيفين؟ انا قصدي يعني ان احنا اخوات ومفيش بيننا الكلام ده. انما عزمي لا، عزمي ما يطلعش منه الكلام ده ابدا. عزمي راجل وراجل قوي كمان. لا ما تقولش راجل. لا راجل انا شفته بنفسي، وبعدين كان لابس لبس غريب وحاطط ميك اب ومعرفش بيتكلم ازاي، ولما سالته انت بتعمل كده ليه قال لي عشان في واحد صاحبه بيحب يشوفه لابس كده. لا لا قوه الا بالله. ليه بس يا عزمي كده يا اخويا؟ ليه بس كده ليه؟ وصاحبه مين ده بقى ان شاء الله اللي بيحب يشوفه باللبس ده؟ انت غيران عليه؟ لا لا اقسم بالله ابدا. والله غيران عليه؟ والله ابدا اقسم بالله ابدا. بس الناس انا مش غيران ولا حاجه، انا بس قصدي ان دي مشكله عويصه واحنا لازم نشوف لها حل. عزمي عزمي ريمبو، ربنا عايزنا لما نخطا نتوب، نغلط ونرجع له. الفرق بيننا ان في حد بيغلط ويتمادى في الغلط مش عايز يواجه نفسه، وحد تاني يغلط وبيتمنى التوبه من ربنا وبيعمل عشانها. دلوقتي جه ميعاد الاسئله اللي هستناها منكم، معانا ربع ساعه. اتفضلي مدام ابتسام. اولا يا شيخ والله اني احبك في الله. ما كلنا بنحبه. اهدي اهدي. احبك الله الذي احببتني فيه. تفضلي. ثانيا عندي سؤال محرج، هل يجوز اساله كده على الملأ؟ الله، امال عايزه تاخدي شيخنا على جنب؟ ما احنا كلنا اخوات قدامك اهو. الله والله انا مش شايف اي احراج، كل الموجودين دول اخواتك وانا موجود معاكم، فيعني لا داعي للحرج. اتفضلي. هل الشهق على الملوخيه حرام؟ دي عاده مصريه قديمه ما فيهاش اي حرمانيه، يعني لا ضرر ولا ضرار. حماتي ايه السؤال التافه ده؟ وليا كهينه بعيد عني قال بتساله على الطشه والشهقه، ده بدل ما تساله على اللي هي دي بقى اللي فيها الشهقه. اه لا صح. ارجو منكم نلتزم الهدوء عشان نكمل المحاضره. حد عنده سؤال تاني؟ انا. اسم حضرتك؟ شيرين. انا مش هطول عليكم، انا متجوزه من راجل ميسور الحال معاه فلوس كتير قوي، بصراحه مش مخليني عايزه حاجه. في عيد ميلادي جاب لي عربيه اخر موديل، وفي عيد جوازنا جاب لي عقد سوليتير من اغلى 3 عقد. هو جمع عقد ايه؟ هو ده السؤال يا فندم؟ لا طبعا، هو من اغلى 3 عقدات في مصر كلها، في 150 فص الماس. اوعدت يا رب. ده غير الفلوس اللي في البنك. طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني لغايه دلوقتي مش شايف اي مشكله. فين المشكله بالظبط؟ لا المشكله فضيلتك ان هو متعدد العلاقات النسائيه. غريبه رغم اني شايفك على قدر من الجمال تبارك الخالق. ايوه بس هو مش بيعجبه جمالي، هو بيحب الناجرز. استغفر الله العظيم، ربنا يهديه ويصلح من احواله. لا خالص حضرتك انت فهمتي غلط خالص، هو بيحب يعني الناس السمر، السمر الزياده يعني، الشغالات اللي جايه من بره. فهمتك طبعا، ربنا يهديه ويصلح حاله. بس انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ اتكلم معاه؟ لا هو مش هيقتنع انا عارفه. ولو ينفع حضرتك يعني تعملي عمل حجاب الحاجات دي يعني. شيخنا ما بيعملش الحاجات دي عليكي وعلى الشيخه خديجه اللي هي حاطه نمرها على الفيسبوك. بجد؟ اه اساليني انا. الكلام ده لا يمت للدين باي صله. استغفر الله العظيم استغفر الله.
يا ابني هو ده اللي افتتاحها الضيق. قول ما شاء الله العين بلد الحجر خيّة. خيّة ايه وزفت ايه؟ انت بتتكلم كده ليه يا عطا؟ وبعدين ايه الكرش اللي انت عامله ده والشنب ده؟ وايه ابو عطا السوري دي؟ هو انت سوري؟ ما تزعلش يا قبطان، انا سوري. بس حط نفسك مكاني، انا لقيت السوريين شغالين نار، فقلت استرزق انا وتبوله مراتي. يا ابني هم سوريين بيعملوا اكل سوري، انما انت مصري. وبعدين ايه الافوره اللي انت عاملها دي يا عطا؟ جايب فواعليه يطبخوا بيقطعوا الشاورما بالاجنه والمسطرين؟ ليه يا حبيبي؟ هيعملوا لنا شاورما بجبس الرمان؟ بس علقه رزقجيه وغيرتهم حنينه. يا حبيبي اشتغل حاجه تكون بتفهم فيها. شفت؟ سمعت؟ قلت لك يا فيفي بعد كده مشيه انت طالما هو حمار بالشكل ده. غلطت في اسمي، غلطت معاه. ليه يا حبيبي ما اسمعش كلامي؟ ما خاب من استشار يا حبيبي. مالها المناقيش؟ زي الفل وزها واسف. مناقيش يا ولاد المناقيش، حرام عليكم هتفضحونا كده. كده الناس هتعرف ان احنا نصابين، نصابين. ايه ماما على راسي ماما. نصابين لو بعنا بالاسعار اللي انت بتقول عليها دي، احنا لازم نقلل اسعار شويه عشان الغلابه كلهم ياكلوا. عينينا يا سياده المفتش. حاضر عينينا. انتوا رايحين فين؟ هنقلل الاسعار يا عزمي. واحد شاورما من عسيق والنبي. ها؟ اسمنت ابيض بس. شكرا. يا ماما حبيب. تعرفت منين انا هنا؟ ما اعرفش، احنا كنا في الدرس انا وكشجان، رتبتني التاكسي وبعتتني ليك على هنا، وهي اخذت العربيه وراحت بيها مشوار. راحت على فين؟ ما اعرفش، لما ترجع تبقى اسالها. تعالي معادك. تقعدني؟ الهي ريح قلبك يا رب. لا بلاش ده، ماما بتحلي بنت. مين بصرف عليه وفي الاخر في الاخر ظلمني. اسمع سقفه وتحيه كبيره قوي للي ظلمني. وقف يا ابني هنا. الراجل ده شكله مريب قوي، تقريبا ليه علاقه بالنصبايا اللي احنا بنحقق فيها. شكله مش غريب عليا. مش غريب ايه يا امهر باشا؟ ده استاذ محمد وكيل المدرسه اللي مقدم البلاغ. ايه ده والله؟ اه والله العظيم. غريبه شكله في الحقيقه غير على الكاميرا خالص. اه يا فندم، هي كاميرات المراقبه بتدخن 5 كيلو. ما علينا، شغل تاني. اها هم دول مشروع فايزه؟ مشروع لبنى يا فندم. طب ايه المشكله؟ ما هم حلوين اهم. هما فعلا يا فندم مزكتهم مترقعه، بس هما نصبوا على مدام اشجار مرات اللي هو مشهور ب $30,000. حسام انت مش ملاحظ حاجه مريبه؟ المزيكا بتاعتهم فيها حاجه غريبه شويه. حضرتك بتفكر في ايه بالظبط يا قمر باشا؟ حسام تنزل تدخل على النت. انزل ادخل؟ تطلع لي بفلاشه محمل عليها اغانيهم كلها. وحضرتك هتعمل ايه بالفلاشه دي يا قمر باشا؟ هشغلها في العربيه. اصلها حلوة قوي. والله يا امهر باشا انا كنت عايز اساعد حضرتك، بس للاسف هما مالهمش اي اثر على النت ولا على يوتيوب ولا ساوند كلاود ولا حتى انغامي. انغامك؟ لا ده موقع يا فندم. كمان عرفت موقعهم؟ موقع هاي. الكتروني يا امهر باشا، موقع الكتروني. انا شايف فيه تفكير حلزوني. حلزونك ازاي؟ ده رايح فين بيه؟ انت جايبينك تساعدني ولا تضللني؟ انا اسف يا فندم، انا بس كنت حابب الفت انتباه جنابك لحاجه مهمه، ان هما مالهمش وجود في الوجود. دول نصابين بقى. جرايه يا امهر باشا، امال احنا بنحقق في ايه من الصبح؟ ايوه نصابين. هو حضرتك مصر تتعامل معاهم ان هم الفور كاتس؟ انا هعمل ستوب هنا. ايه ده؟ انت جننت يا فندم؟ انا شايف في نبره صوت عاليه. انا اسف يا فندم. وعمال تزعق لي. والله مش وقفت من غير ما اقول لك. انا بشرح بس عند يا حسام، انا الوحيد اللي اقول ستوب هنا. يا فندم والله العظيم حضرتك عقيد مش مخرج. اها اديك قلتها، عقيد يعني اعمل اللي انا عايزه. يا فندم انا بس كنت حابب الفت انتباه جنابك لنقطه مهمه قوي. حضرتك ملاحظ الكلب اللي معاهم ده؟ ايه؟ حضرتك ملاحظ الكلب اللي معاهم ده؟ اما انت عجيب قوي يا اخي، يعني تفصلني وتخرجني من المود وما تخلينيش اسمع الاغنيه اللي حبيتها عشان تقول لي مش ملاحظ الكلب اللي معاهم ده. يا فندم دي نقطه مهمه جدا. دي نقطه من اول السطر يا فندي. خلي بالك يا حسام بيه ان اسمك مكتوب بالقلم الرصاص بجره افتيك امسحك. يا فندم انا ما اقصدش حاجه والله العظيم، انا بس كنت بلفت انتباهك. انا شايف فيها هرتله اخلاقيه. هرتله ازاي؟ في قصور ذهني. الله يخرب بيت الوسط اللي حلفتكم علينا يا اخي. شغل يا فندي خلينا ننبسط. مزيكتها حلوة قوي. ما تسكت يا حسام، الله احنا بنحقق وفي حفلة كمان. يلا فيك يلا. كده كده هات من هنا وحط، هات من هنا حط، هات من هنا حط كده، هات من كده. فيك يا حسام خليك مرن. طول ما انت مختم كده مش هتبقى ضابط شعر. اهو يا فندم كده. ايه يا ابو عطا السوري ده يا عزمي؟ ده رهيب رهيب. بقول لك ايه، سيبك بقى من ابو تامر وابو سامر والكلام الفارغ ده كله مضروب، لما ده دمشقي اصلي اصلي. اه والله لعلمك انا سامع عنه بقالي كتير قوي، كان نفسي يفتح في مصر والله العظيم. اه فتح. اه يا اخويا حظك حلو.
هو الشاورما بتاعته فعلا مميزه، بيعملوها بالجير. ايه؟ بالجرجير. بالجرجير. قول لي بقى، ايه الزن اللي انت زنيته عليا ده كله؟ عايزني في ايه؟ مفيش يا صاحبي، جاي اطمن عليك. عامل ايه يا صاحبي؟ بقالنا كتير ما رغيناش مع بعض. اخبارك ايه انت واشجان؟ تمام الحمد لله، كويسين. ايه اشجان، كنت فين؟ ايه ها؟ بعدين ماشي. اشجان نيفين قاعده مستنياكي من الصبح، عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. هي فين؟ هتلاقيها جنب التوميه كده على الشمال. ماشي. جميله قوي اشجان دي يا عزمي. جميله فعلا والله. خلي بالك يا دي عماد، الزوجه الصالحه دي رزق، ربنا يكرمك كده واسراء تطلع رزق حلو زيها كده. يا رب يا اسراء. نيفين ما حبتش اسمها. لا بس بص، الستات كلهم كوم، واشجان دي كوم تاني. ست ست يعني والله. ست بيت شاطره. هي ست بيت شاطره فعلا. خلي بالك، ست بيت الشاطره دي رزق عند ربنا. لا ومثيره، مثيره اشجان. مثيره ايه يا عماد؟ انت هتخيب ولا ايه؟ هبت منك تضرب حاجه ولا ايه؟ ما تظبط نفسك. ايه مثيره دي؟ ايه يا صاحبي، انت فهمت غلط. انت هتخيل عليها مني عزمي؟ دي اختي. يالا في ايه؟ وحد يقول علاقته مثيره؟ لا يا ما تظبط نفسك. مش قصدي والله يا اخي، انا بس كنت عايز اطمن عليكم. انتوا عاملين ايه مع بعض؟ نورتونا يا جماعه والله. سندوتش بابا الحاره اللي حضرتك طلبتيه اهو. شكرا. اوعى تدفعوا حاجه بقى، 50% بس. ابعت اجيب المطهر المعوي دلوقتي ولا شويه كده؟ لا شويه كده. ماشي. حنينه هلا يا ولا. اتفضلي كملي اسئلتك الغريبه المريبه. ما فيش اشجان، يعني هو انا بحاول اساعدك يعني. يعني هو طيب معاكي؟ هو حنين وياكي؟ هو مشاعره رقيقة؟ هو نوايه بريئة؟ ايه يا بنتي الحاجات الغريبة اللي انت عمالة تقوليها لي دي؟ مش كفاية ريحة باب الحارة؟ طب هو انتوا مش ناويين تخوي بودي؟ هو انت حابة تخويه انت؟ طب معلش بقى استحمليني في السؤال ده. هو انتوا متأكدين ان بودي ده ابنكم؟ لا 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 لا، كده كتير بقى، كده كتير، كده كتير. حبت منك خالص بقى يا عزمية. مقاطع ساخنة ايه يا ابني اللي عايز اتفرج؟ انت هبت منك ياض، انت بتضرب حاجة؟ بتضرب استروكس ولا بتضرب حاجة بتاعت العيال الجديدة دي؟ لا والله لسه شارب كوكتيل من فرغالي. يا عماد خطيبتك قلب عليك الدنيا تقريبا، يعني جالها بعنك عايزة تروح يعني. فين؟ هناك جنب الطحينة كده. حاضر. ماشي. روح يا حبيبي. اتفضل. ايه ده؟ الواد قاعد يقول حاجات مش ممكن. ده عايز اتفرج على فيلم بنات وموتوسيكلات وبيطلب حاجات غريبه. لا مش اغرب من خطيبته الصفرة دي واللي بتقوله. بالمناسبه الحق امك. مالها؟ عيانه تقريبا كده والدكتور بيكشف عليها. مش عارفه، بحس بنغزه كده هنا. في رعشه؟ مش قوي. في سحبه؟ يعني في كرشه؟ قرشه. في مح جامد قوي. دم يا عم فايق. الله، في ايه يا عزم؟ مش دكتور وبيشوف لي علاج للي انا فيه؟ الهي تنسطر يا رب. تعب ايه بس يا ماما؟ ده نفس اللي طول الليل بيتحاش. ما هو كده هيتحاش خالص. شوف يا ستي، انا هوصف لك بقى دواء جميل. لا مش ده، الحبوب دي هتاخد. لا 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 مش دي، صارت الأدوية بتخش في بعضيها. دي بقى واخد بالك هيضيع النغزة. لا ده هيرجعها. لا بلاش دي. هو ده بقى. دي بقى بتاعه. تاخديها الحبوب دي 24 مرة في اليوم. 24 مرة في اليوم؟ يعني حباية كل ساعتين؟ طب وأنا نايمة أخد الحباية إزاي؟ شوفي بتنامي امتى وسفيهم كلهم مره واحده. تسفي ايه يا عم فايق؟ كده الوليه تنتحر. الله، هتسيبه يشوف شغله يا عزم. يشوف شغله ايه؟ ده مش دكتور. لا لا يقصد ده مش دكتور امراض نساء، ده دكتور ذكوره. بس افهم في النسوان. عشان شوفي حاجه في خارج ده. بجد صعوبه. نقرتها بقى وعرفت عنوانها، ساكنه في حته دين فيلا يا عزمي. ميه معدنيه؟ وكمان مستورده. الله يرحم ابوكي، كان بيشرب من الترع. هو انت بتقول حاجه يا عزمي؟ لا يا حبيبتي، بقول لك بتفكري في ايه يعني؟ لا مفيش، يعني هتبقى اخر عمليه اللاست. امال اللي فاتت دي كانت ايه؟ كانت قبل اللاست، يعني كانت انقاذ موقف، كنا بنحمي ابننا. صدقي عندك حق، هو دي بس ونأمله بيها مستقبله. خلاص ما تقلقيش. همخمخ لك كده واظبط لك واشوف لك دخله حلوه للست دي. دخلت ايه يا ابو دخله؟ وانا لسه هستناك. انا خلاص ظبطت وخططت وانت عليك تنفذ وبس.
والله بقيتي تعرفي تظبطي وتخططي لوحدك يا اشجان يا بنت امبارح. يا ابني انا بنصب من قبل ما انت تقول على السكر اوكر. طب ايه رايك بقى ان انا بنصب من قبل ما تقول عايز اعمل ايه؟ طب ما تيجي نقيس بقى ونشوف. خلاص بقى يا اشجان هنقضيها كلها كده مش مشكله. قولي يا حبيبتي ايه بقى الدخله بتاعت الست دي؟ دخلتها يا سيدي في الشنطه دي. ازاي صحتك في العلبه كده؟ لا لا هي. ايه عطا ايه الاخبار عندك؟ زي الفل. تعالى مين اللي هنا؟ في ايه؟ القدر ما بيتاخرش وقته دايما في وقته. اطلعي خطوتين لقدام بسرعه. ليه في حد يركن مكاني؟ يركن؟ بقول لك اطلعي قدام خطوتين بسرعه يا مهزقه. ايه ده انت اتجننت؟ انت ازاي تكلمني كده؟ انت عارفه انا مين؟ انت كويسه؟ قولي قولي بسرعه انت كويسه؟ الحمد لله بس الحمد لله مبتدا ومنتهى. انت مين وازاي عرفت ان ده هيحصل؟ كله باذنه، محدش بيعرف حاجه غير بامره. طب احنا هنتقابل تاني؟ لو شاء عند تعامد الشمس ما بين بكره وامس اكيد هيحصل همس او لمس. هو في بطيخ بيقع من الشجر؟ عز واشكان عاملين قلبان، عز واشكان عاملين قلبان، دول جن يا انس وعز سسبنس وفي الاكشن جيلي وجاكي شان. عز واشكان عاملين قلبان، عز واشكان عاملين قلبان، دول جن يا انس وعز سسبنس وفي الاكشن جيلي وجاكي شان. لا كمال وشادية ولا نور وبوسي، أشكان وعزمي لأ دول خصوصي، وأنجلينا وبيت ده كان، ده كان زمان. عزمي وأشكان، عزمي وأشكان عاملين قلبان، عزمي وأشكان عاملين قلبان، دول جني يا إنس وعصص بنس وفي الأشل جني وجاكي شان. الدنيا بصي شوف كم بطن مخلفة، إنما إيش كان معز ميدي دماغ متكلفة، مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة. بصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر، ده هو بنطلون أشجان تبان كسر. عزمي وأشجان، عزمي وأشجان. أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري، كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي، بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة، ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان. عزمي وأشجان